جماهير النادي الأهلي بتضع الثقة الكاملة في مارسيل كولر ولاعبيه، لحظة النجم الحداشر والتتويج باللقب القاري في المباراة اللي هتجمع النادي الأهلي بالوداد المغربي في آخر 90 دقيقة من نهائي البطولة. كواليس الساعات الأخيرة لمعسكر النادي الأهلي، مارسيل كولر قال ايه للعيبة قبل انطلاق النهائي؟ لعبت النادي الأهلي ماتش النهائي أمام الوداد بمثابة رد الاعتبار بعد الإخفاق في النسخة الماضية أمام الوداد وضياع لقب الأميرة السمراء. كل ده هنشوفه ونعرفه في برنامج ترند رياضي. أرقام مارسيل كولر مع الأهلي في جميع المسابقات: عدد المباريات 46 مباراة، وعدد الانتصارات 35 انتصار، وأما عدد التعادلات ف7 تعادلات، وعدد الهزائم 4 هزائم. الأهداف المسجلة 91 هدف، والأهداف المستقبلة 30 هدف. أما مشوار الأهلي في الموسم الحالي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، عدد المباريات 13 مباراة، عدد الانتصارات 9 انتصارات، عدد التعادلات تعادلين، عدد الهزائم هزيمتين، والأهداف المسجلة 26 هدف، الأهداف المستقبلة 9 أهداف. وبعد ما استعرضنا مع بعضينا أبرز أرقام كولر ومشواره منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الأهلي، بيسعدني ويشرفني أن يكون معايا زميلي واللي بعتز بتواجده معايا الأستاذ محمد عبهادي. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا بيك وبجميع مشاهدي تلفزيون الوقت. بتشرف بوجودك معايا. شرف لي طبعا، سعيد أني موجود معك. طبعا يعني لا صوت يعلو على صوت ماتش الأهلي والوداد المغربي، 90 دقيقة أخيرة لحظ اللقب، النجمة الحداشر للنادي الأهلي اللي جماهير النادي الأهلي بتعقد أمال كبيرة جدا إن الفريق يرجع بالنجمة الحداشر وتدويج باللقب القاري. شايف المباراة إزاي؟ طيب، وفي البداية طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، مباراة صعبة. شايف إن المباراة طبعا صعبة بالنسبة للمدير الفني والسويسري مارسيل كولر وللاعبي الأهلي، خصوصا إن هو المباراة أو مباراة الإياب أو المباراة اللي اتلعبت في استاد القاهرة يعني مش مطمئنة إلى حد ما، يعني النتيجة مقلقة وده اللي مسبب قلق عند جماهير النادي الأهلي، وإلى حد ما ممكن يكون مسبب ضغوط في الإدارة الفنية للنادي الأهلي واللاعبين، فهي مباراة صعبة طبعا. وأتمنى أن النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يدير المباراة باحترافية ويطلع من المباراة بأفضل شكل ويتخطى إن شاء الله المباراة الصعبة. طيب، أخذ من كلامك، هل مارسيل كولر هيعمل مفاجأة في تشكيل النادي الأهلي ولا هينزل بالتشكيل بتاع مباراة القاهرة، ولا هيفاجئنا بحاجة جديدة احنا يعني ما فيش حد متوقعها؟ طيب، هو في البداية المباراة عشان نكون واقعيين مباراة لا تحتمل اي مفاجأة، يعني ما اعتقدش ان السويسري مارسيل كولر هيجي في اخر مباراة مهمة زي كده في مباراة نهائية وهيعمل تعديلات او تغييرات. هو بنسبه كبيره هيبدا طبعا النهارده، هيشارك محمد الشناوي بعد عودته من الاصابه، طبعا اضافه قويه وهيمثل ثقه في لعيبه الله امان، نقطه امان بالظبط. اما في التشكيل فاعتقد ان هو هيامن بشكل افضل في نص الملعب، يعني هو هيعتمد النهارده تركيزه كله على نص الملعب، لان زي ما انت عارف لو الاهلي استحوذ على نص الملعب فهو خلاص كده استحوذ على المباراه. فاعتقد ان ممكن يبدا بعمرو السولية، عمرو السولية على حساب حمدي فتحي. حمدي فتحي يعني انا شايف ان حمدي فتحي مجهد بالزبط. فعشان كده ممكن يريح او يخليه ورقه رافعه لما يحتاجه، صح كده؟ وعمرو السولية بيتميز ان هو بيعرف يمسك كوره وبيعرف يهدي الريتم، يعلي الريتم امتى من اللعيبه طبعا الدوليين واللعيبه الكبار. فاعتقد ان عمرو السولية ممكن يكون له دور النهارده في مباراه الوداد، بالاضافه محمود كهربا برضه في الهجوم، اعتقد ان هو ممكن يكون ورقه رافعه، يعني مش هيبدا بالمباراه، بالعكس هيخليه لسيناريو متوقع او سيناريو تاني، فهيكون على دكه الاحتياط. طيب، اسالك سؤال، مارسيل كولر هيمشي المباراه ازاي؟ بمعنى اوضح، سيناريو المباراه اللي هيمشيه مارسيل كولر لحد ال 90 دقيقه ما يعدوا. طيب، هو في البدايه اكيد مارسيل كولر محفظ لعيبته ان في اكتر من سيناريو للمباراه، انت عارف ان المباراه هتكون بحضور جماهير كبير، الاهلي محتاج ان هو اول نص ساعه ما يدخلش فيه اهداف، فاكيد هو مقسم المباراه على كذا جزء،
الجزء الاول ان هو يعدي الشوط الاول بدون ما يتلقى اي اهداف. الجزء الثاني او الخطه الثانيه اللي هو لو تلقى هدف في الشوط الاول لعيبه النادي الاهلي مطلوب منها ايه. الجزئيه الثانيه لو وصل للدقيقه 90 بدون اهداف ايه يعني او الدقيقه 80 اللي هو اخر 10 دقائق اللي هم هيمثلوا ضغط النادي الوداد وهيهاجم بكل شراسه. فاكيد هو حاطط سيناريوهات لاكثر من خطه في المباراه واكيد محافظ لعيبته الخطط. لو لا قدر الله الاهلي استقبل هدف في اول ربع ساعه، المطلوب من لعيبه النادي الاهلي ان هي علشان ترجع للمباراه؟ طيب هو تكمله اللي انا قلناه من شويه، هو اكيد مقسم مباراه لاول ربع ساعه اللي هو لو تلقى هدف ايه المطلوب منه. هو اصلا المفترض ان لعيبه النادي الاهلي نازله في اول ربع ساعه او اول نص ساعه حط هدف ان هي ما تدخلش فيها اي هدف. طب لو تلقت هدف ايه المطلوب منها؟ المطلوب ان لعيبه النادي الاهلي طبعا لعيبه كبيره، لعيبه 90% منها لعيبه دوليه، فلو تلقى هدف مطلوب منهم ان هم يعني ما ده ما يدربكش حساباتهم او يقلقهم او يحطهم تحت ضغط ويتلقوا الهدف الثاني او يهاجموا ويفتحوا الخطوط. لا لو جه هدف لا قدر الله ما فيش اي مشكله خالص، النتيجه لسه بترجح كفه الاهلي ويقدر الاهلي ان هو يسجل التعادل ويتاهل وكمان يعني ممكن يفوز هناك. لعيبه النادي الاهلي مش اول مره تلعب نهائي ولا اول مره تلعب وسط ضغط جماهيري. اخر حاجه تنصح لعيبه الاهلي ايه قبل ال 90 دقيقه الاخيره في نهائي دوري الابطال علشان يرجعوا ان شاء الله باللقب القاري من المغرب؟ طيب في البدايه حابب انصحهم بالهدوء، يعني لازم ينزلوا المباراه بهدوء تام بدون اي ضغوطات. النادي الاهلي كبير بتاريخه وبطولاته، فمش محتاج ان هو ينزل مباراه وهو خايف او مقلق. لا هينزلوا واثقين من نفسهم وبدعم جماهير النادي الاهلي، فانصحهم بالهدوء في المباراه ويتعاملوا مع رتم المباراه بكل اريحيه خالص. في النهايه يعني بشكرك بتواجدك معايا في البرنامج النهارده. شكرا لك طبعا وسعيد اني موجود معاك. وفي النهايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي واسعاد جماهيره واننا نرجع من المغرب باللقب القاري، لقب الاميره السمراء والنجمه ال11، بطوله جديده تضاف في سجل بطولات النادي الاهلي. وبكده خلصت حلقه ترند راديو النهارده، اشوفكم على خير، السلام عليكم.